في حديثنا من مصر دائماً ما تأتي في المقدمة قضايا الهوية والدور المؤثر لقوة مصر الناعمة. وعندما نسأل ضيوفنا في حلقات البرنامج عن دور الثقافة والفن في بناء الإنسان، تتركز إجاباتهم دائماً حول التعليم كطريق لبناء الإنسان وصناعة الوعي وصولاً إلى التقدم. كان التعليم منذ بدايات القرن الماضي هو مشروع النهضة، عندما توالى إرسال البعثات إلى الخارج لإرساء حركة تعليمية نشطة في كل المجالات، من الصناعة والزراعة إلى الثقافة والترجمة والفنون. اليوم نفتح ملفاً مهماً من ملفات التعليم هو تعليم الفنون. هذا النوع من التعليم عرف طريقه إلى مصر مبكراً، وتحديداً في عام 1908 عندما افتتحت مدرسة للفنون الجميلة لتكون منارة لتعليم الفنون في المنطقة، وتوالت بعدها المعاهد المتخصصة في تعليم شتى أنواع الفنون من موسيقى وباليه ومسرح وسينما وفن شعبي ونقد فني وغيرها. اليوم في حديثنا من مصر نستضيف المسؤولة عن أكبر وأقدم صرح لتعليم الفنون في المنطقة. نسألها عن الدور المنوط بأكاديمية الفنون المصرية في تنشيط الحركة الفنية التي نحتاجها لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في مجالات الفن المختلفة. نسأل عن مستقبل الخريجين وفرص العمل ومصير مشروعات الخريجين، عن تعليم السينما والمسرح والموسيقى وفنون الرقص والنقد الفني، عن واقع ومستقبل أكبر صرح للفنون في المنطقة. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم.